صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الجلسة الصباحية من صفحة تكمل العربية على فيسبوك، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف بهرية. الموقف الحذر من البنك المركزي الأوروبي طبعا أدى إلى ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة والتداول على أعلى مستوياتها تقريبا منذ شهرين لورا، وأيضا سعر أونصة الذهب اللي عم نتداول فيها على أعلى مستوياتها رح تكون حديث هذه الجلسة لنشوف أبرز التطورات والتحركات اللي تابعة للمعدن الأصفر أو الملاذ الآمن. هل يا ترى عم نتداول قرب مستويات مهمة جدا للبيع، أو هل يا ترى هذه الموجة الاندفاعية ممكن تكمل اتجاه الصاعد وصولا إلى مستويات 1365 الشهيرة؟ كلنا بنعرف على رسم بيان الأسبوعي، كلنا بنعرف أنه التحاليل التقنية اللي كانت قديما عم بتواجه إذا بدكم سعر أونصة الذهب كانت عم تنتظر مستويات 1365 للتكلم طبعا على إشارات انعكاسية. فهذه المناطق اللي عم نتداول بقربها لسعر أونصة الذهب طبعا بالسابق وبعد الحديث اليوم منتظرة لنشوف شو ممكن نشهد إذا بدكم تفاعل مع هذه المستويات من قبل سعر أونصة الذهب أو المعدن الأصفر النفيس. فال 1365 هو المستوى المنتظر لإعادة امتحان إذا بدكم كعان 1200 أو 1150 أو حتى اختراق هذه المستويات وتكمل اتجاه الصاعد. ما في شك أنه نحن في سنة 2019 وفي بداية هذه السنة من صفحة تكمل العربية على فيسبوك وبخلال جلساتنا الصباحية اللي عم نقدمهم طبعا كنا تكلمنا على إشارات إيجابية لسعر أونصة الذهب، وأنا شخصيا كنت تكلمت على أنه سعر أونصة الذهب ممكن نقدر نمتد فيه وصولا إلى مستويات 1550 دولار خلال هذه السنة أو حتى 1650 دولار. فأتوقع تكمل اتجاه الصاعد، أتوقع اختراق مستوى 1365 نعم، ولكن مش من المستويات الحالية. المستويات الحالية اللي عم نتداول بقربها لسعر أونصة الذهب بعد عندي أمل كبير جدا على أنه نشهد إشارة انعكاسية، تمام؟ فمن هذه المستويات وبحكم أنه الهيكلية اللي انخفض فيها إذا بتكون المعدن الأصفر النفيس من هذه القمة اللي هي قمة 1350 وصولا إلى قاع 1270، طبعا هذا الارتفاع بعده بشكل تصحيحي، ولو حتى طبعا الموجة اندفاعية، ولو حتى الارتفاع ضخم جدا، ولو حتى الارتفاع سريع جدا، ولكن هيكلية الارتفاع يعني على طول بتعرفوا أنتو لما يكون عنده انخفاض معين نرتفع بموجة رقم 1 2 ومنرتفع بموجة اندفاعية خلينا نقول برقم 3 4 5، تمام؟ فعلى طول الموجة رقم 2، عم نتكلم على هذه الموجة رقم 2 هيكليتها أو النمط تبعها بيكون خلينا نقول كحد أقصى عم بصحح من حاله 61.8% أو 76.4% ما قبل تكملة اتجاه الصاعد. وإنما هيكلية أسعار الذهب اللي عم نشهدها هون شفنا إذا بدكم ارتفاع انخفاض ارتفاع ومن ثم انخفاض وهلا عم نشوف موجة اندفاعية. هذا النمط أو هذه الهيكلية اللي شفناها على الذهب أو على المعدن الأصفر النفيس طبعا هذه الهيكلية هيكلية تصحيحية، يعني نحن بعدنا عم نفكر بأمل انخفاض لأنه هذا الارتفاع هو ارتفاع تصحيحي. بعرف كثير من الأشخاص إذا بدكم دخلوا بموجات مضادة، كثير من الأشخاص بلشوا بصفقات بيع من مستوى 1290 ل 1300، من 1305 من 1310 1320 1330، يعني مراكز البيع وصفقات البيع اللي واجهها طبعا العقود الآجلة للذهب طبعا كانت ضخمة جدا. فمن عن هيك نتوقع انه الانخفاض ما رح يكون سهل، رح نتعذب شوي صغيرة ولكن الانخفاض طبعا آتي. فبهذه الحالة أتوقع أنه هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلأ لا سعر أونصة الذهب اللي هي بين مستوى 76.4% وحتى مستويات 88.2% اللي هي بتمثل مستوى 1337، هذه المستويات المنتظرة الأخيرة الأمل الخط الفاصل بين السيناريو السلبي والسيناريو الإيجابي. فتوقعوا من مستويات 1337 إذا في حال بدنا نتوقع انخفاض ممكن تكون واردة جدا 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 لتكملة اتجاه العرض. شو ممكن يصير عنا على العملة الأوروبية الموحدة على اليورو دولار؟ عندي بعض السيناريوهات المفترضة. اليورو دولار طبعا وصوله إلى المنطقة الصفراء المحددة اللي كنا تكلمنا عليها بالسابق بعد منتظرة، كنا دخلنا أو إذا بدكم حددنا يلو بوكس أو منطقة صفراء اللي هي عبارة عن مستويات 112.90 112
91 خلينا نقول، وهذه المستويات كانت المنتظرة لإعادة امتحان للعمل الأوروبي الموحدة ما قبل بداية موجة هبوط جديدة. بعدني شايف وبعدني عم بشوف انخفاض وهبوط العمل الأوروبي الموحدة، بعدني مصر على أنه هذه الأنماط اللي عم يشتغل فيها اليورو دولار اللي هي طبعا قمم وكيعان أو تم بعض البعض، هذا بدل على ضعف يا جماعة. سيكولوجية التداول عند المستثمرين والمضاربين بيقولوا أنه طبعا هذا الانخفاض والكعان والكمم اللي عم بيتم تسجيلها من قبل اليورو دولار والموجات الاندفاعية طبعا بعد متقلبة، ولكن أنا بالنسبة لي كصورة كبيرة أو على المدى الوسط للطويل بعد مصر على أنه هذا النمط أو هذه الهيكلية طبعا يتبعها انخفاض وموجة هبوط ضخمة جدا. فأتوقع تكملة اتجاه الهابط لليورو دولار، أتوقع تسجيل كعان جديدة وحتى لزيارة مستوى 109 وممكن 108، يعني عند انخفاض بحدود 400 او 500 نقطة بالنسبة للعمل الاوروبي الموحد ولا اليورو دولار. فطبعا يعني اذا بدنا نتكلم على انخفاض اليورو دولار بحدود 400 او 500 نقطة، ما في شك انه اسعار الذهب ووصوله الى مستويات 1337 رح تكون صعبة جدا عليه. بعرف انه كل عملة عم تشتغل لحالة، بعرف انه الدولار اندكس يعاكس بعض الاحيان العملات الرئيسية، وبعرف انه العملات الرئيسية ايضا بتعاكس بعضها البعض ببعض الاوقات، يعني اليورو دولار ممكن يشتغل بعكس الذهب او اليورو دولار ممكن يشتغل بعكس الباوند او الاسترليني، ولكن بشكل او اخر طبعا عندي علاقة خلينا نقول ايجابية ما بينهم ولو حتى 20 او 30%. يعني تراجع اليورو دولار من مستوى 112.90 المنتظرة، يعني ارتفاع بعد تقريبا بحدود 20 او 30 نقطة من المستويات الحالية لليورو دولار طبعا ممكن نشهد تراجع. فاليورو دولار ومع انخفاض اليورو دولار طبعا رح نشهد اذا بدكم ايضا تراجع للمعدن الاصفر اللي هو سعر يعني اونصة الذهب، فطبعا وصوله الى مستويات 1337 رح تكون منتظره ومغريه جدا للتفكير بصفقات بيع. هذه بالنسبه للعمله الاوروبيه الموحده. أسعار الذهب لكن مرينا عليها، قلنا ممكن هذه المناطق تكون مغريه جدا للبيع. اليورو دولار مرينا عليها. أسعار النفط شو عم نشهد إذا بدكم بعض الأرقام خلينا نقول وبعض التحليل التقنية لسعر برميل النفط. استخراج برميل النفط بوقت الحالي طبعا له تكلفة، تكلفة استخراج برميل النفط تقريبا بروسيا عم نتكلم بحدود 30 دولار، تكلفة استخراج برميل النفط بالمملكة العربية السعودية عم نتكلم تقريبا بحدود 35 او 40 دولار، تكلفة استخراج برميل النفط بالبلدان الثالثة يعني عم نتكلم على سبيل المثال بالشرق الأوسط او بالميدل إيست اي دولة كانت طبعا اغلى، يعني كل ما تكون الدولة متقدمة اكثر كل ما نشوف انه سعر استخراج برميل النفط رح يكون اقل مع الدراسات اللي بيعملوها. فبكل بساطة طبعا ممكن انه يعني ممكن انه اسعار النفط عند الدول بقربها هلا تكون منها منطقيه شوي صغيره، وممكن تقولوا انه كيف ممكن يربحوا بسعر برميل النفط اذا في حال عم يربحوا 20 دولار ومع الاستيراد والتصدير والشحن والى اخره. بعرف انه هذا الشيء منه منطقي، بعرف انه اسعار النفط انه تتداول على هذه المناطق منها ابدا منطقيه، ولكن بدكم تشيلوا هذا التفكير من بالكم، بدكم تشيلوا تفكير سعر الاستخراج، بدكم تشيلوا من بالكم تفكير اذا بدكم الاشارات الايجابيه اللي ممكن تشهدوها على المؤشرات اللي موجودة عنا على منصة التداول. اللي بقدر لكم إياه أنا أنه مستويات النفط طبعا ممكن تكون مغرية لموجات تصحية فقط لزيارة مستوى 58 وتكمل اتجاه الهابط. سعر برميل النفط طبعا وتثبيت هذا القاع اللي كان أكثر من رائع، قاع مستوى 42 دولار كان مهم، يعني كيف أسعار الذهب كان مستوى 1365 مهم لها، طبعا أسعار النفط كان عنده أيضا مستويات مهمة جدا. فأتوقع إعادة امتحان هذه المستويات ما قبل التفكير بإشارة إيجابية أو إنعكاسية عن جديد. يعني سعر برميل النفط طبعا ووصوله إلى هذه المنطقة الرئيسية اللي تعتبر منطقة دعم أو ميجر سبورت، طبعا هذه المستويات من المفترض أنه يرجع يشهد إذا بدكم إعادة لمسة أو إعادة امتحان من قبل سعر برميل النفط لهذا المستوى الرئيسي طبعا اللي هو 42 دولار. فعند وصول برميل النفط إلى مستوى 42 دولار من هناك رح نرجع نفكر بإشارات أو رح نرجع ننتظر إشارات انعكاسية وشموع انعكاسية لنرجع نفكر بالاستثمار، هل يترى على المدى الطويل ارتفاع أو انخفاض تكملة اتجاه الهابط وسيطرة الولايات المتحدة على أسعار برميل النفط وخاصة من وراء
استخراج إذا بدكم النفط الصخري. النفط الصخري هو اللي مهيمن ولا مسيطر على استخراج الكرود أويل أو الدبليو تي آي خام تكساس طبعا. بالنسبة لأسعار النفط طبعا رح تؤدي إلى إشارات سلبية على اليو اس دي كاد، وكنا بشكل أو آخر كنا تكلمنا على انخفاض اليو اس دي كاد، وأنا كنت قلت لكم كثير من الأشخاص اللي موجودين معنا بيتذكروا وبيعرفوا أنه أسعار الدولار كاد ووصوله إلى هذه المناطق كنا تكلمنا عليها كثير، وتكلمنا على الموجات المعقدة اللي هي طبعا كومبلكس ويف، وتكلمنا على انتهاء هذه القمة على اليو اس دي كاد، وكنا قلنا أنه هذه الموجة رقم واحد، الموجة رقم 2، ونتوقع انخفاض الموجة رقم 3. يعني الأشخاص اللي دخلوا بصفقات بيع الدولار كاد ما كانوا ندمانين ابدا، لانه انخفاض الدولار كاد من القمه من 135.60 انخفض بحدود ال 200 نقطه بالوقت الحالي او الارقام اللي عم يتداول بقربها هلا. اتوقع انه ممكن يكون عندي موجات تصحيحيه بسيطه جدا لتكمله الاتجاه الهابط، يعني اتوقع انا الموجات الاندفاعيه للدولار كاد تكفي بالجلسات القادمه ان شاء الله. هلا يعني للاشخاص اللي عم يتكلموا على طبعا الدولار كاد بده يعرفوا انه تعديل وقف الخساره ممكن ينخفض من مستوى 135.20 كحد اقصى لمستويات تقريبا 134.80 ولكن مش اقل، يعني ما تقدروا توطوا وقف الخساره يعني اكثر من هيك، لانه وقف الخساره راح يكون حساس جدا لاول موجه تصحيحيه نبتدي فيها على اليو اس دي كاد. استاذ احمد، صعود الذهب وصعود المؤشرات الامريكيه هو شيء غير منطقي. من المفترض انه الامور او التفكير الغير منطقي اللي نحن ممكن نتكلم عليه هو العلاقه العكسيه اللي موجوده بين المؤشرات الامريكيه واسعار الذهب. اسعار الذهب الارتفاع تبعه كنا تكلمنا على انه بعده تصحيحيه. انا برايي الشخصي طالما نحن محافظين على هذه المستويات وممكن نعرض وقف خساره فوق اخر قمه 1346 بعد مصر على إشارة انعكاسية وتكملة اتجاه الهابط وصولا إلى مستوى 1230-1220، وإنما ارتفاع المؤشرات الأمريكية ووصولا إلى القاع اللي هو تقريبا مستوى 100% في بوناتشي إكسبانشن كنا تكلمنا على ارتفاعه وزيارة قمم جديدة. على طول بنبهكم وبحذركم على أنه طبعا الارتفاع للمؤشرات الأمريكية بعد وارد جدا، وتسجيل قمم جديدة طبعا نحن في انتظار للمؤشرات الأمريكية. برودكت اللي هي تعتبر انه كاذبه او الارتفاع تبعها كاذب او فولس بول، خلينا نقول بول تراب مثل ما عم تتكلم استاذ احمد اسامه، البول تراب تمام. البول تراب هو لما يعني الرسم البياني يعطيك اشارات ايجابيه وهو فقط اشارات خاطئه او اشارات اذا بدك وهميه. فارتفاع المؤشرات الامريكيه هو الارتفاع الصحيح، ولكن اسعار الذهب نتوقع انه ممكن تكون محدوده قرب هذه المستويات طبعا 1337، ولكن ما في شك انه نحن لازم نعرض وقف خساره فوق مستوى 1340 لنقدر نحدد المخاطر تمام. إذا في حال يعني بالنسبة أستاذ أحمد الفيدرالي وقرارات الفيدرال الاحتياط طبعا اللي هو أسعار الفايدة ويعني الانترست ريتس، لا أتوقع أنه ممكن يكون لها تأثير بعد أكثر على السوق. أنت بتعرف أنه بسنة 2014-2015 وصولا إلى 2019 سعر الفائدة في الولايات المتحدة كانت عم تتقلب، وبكل بساطة طبعا التقلبات كانت تابعة لخلينا نقول يعني بن برنانكي أو الفدرال ريزيرف او خلينا نقول رئيس الاحتياط البنك المركزي. فبكل بساطه طبعا الاخبار الفائده بطل لها تاثير كثير على تحركات اسواق المال، ولكن الفولاتيليتي او التقلبات ممكن ترتفع شوي صغيره. هلا تراجع الدولار الامريكي او الدي اكس واي دولار اندكس ممكن يؤدي الى تكمله اتجاه الصاعد للمؤشرات وايضا للعملات الرئيسيه، ولكن نحن بعدنا في انتظار اخر موجه ارتفاع للدولار الامريكي. يعني نحن هلا انخفاض الدولار الامريكي ضمن هذه الموجة عم نشوفها، خلينا نشوف الرسم البياني أنا وياكم. إذا بتلاحظوا أنه مؤشر الدي اكس واي أو مؤشر الدولار الأمريكي يعني هلأ في موجة أو ضمن موجة الصحية بالاتجاه الهابط، ولكن قديش ممكن تطول هذه الموجة؟ يعني بعدني مصر على أنه هذه الموجة هي موجة الصحية، ونحن في انتظار تكملة اتجاه الصاعد وإشارة إيجابية للدولار الأمريكي. هذه الموجات التصحية اللي هي A
بي وسي ممكن تكون انتهت على هذه المستويات، ونتوقع ارتفاع للموجة الأخيرة. ومع ارتفاع الموجة الأخيرة للدي اكس واي ولا مؤشر الدولار الأمريكي، طبعا هذا الشيء بيؤدي إلى انخفاض وتراجع سعر أونصة الذهب للمستويات الحالية. تراجع أونصة الذهب للمستويات الحالية للموجة الأخيرة اللي هي تلقب بويف إي بضمن موجات اليوت او العد الموجي، لا طبعا استراتيجيه موجات اليوت، راح تكون عند مستويات 1240 1220، والارقام مغريه جدا للشراء لاختراق مستوى 1365 وارتفاعها الى مستويات 1500 وال 1600 دولار. فانت بدك تعرف العلاقه العكسيه بين الدولار الامريكي والعملات الرئيسيه، واقول لك انا انه بعدني مصر على ارتفاع موجه اخيره لسعر الدي اكس واي او المؤشر الامريكي بالاتجاه الصاعد. استاذ رفيق ينعاد عليك، كل عام وانتم بخير، معيد الجميع طبعا، بتمنى لكم سنه مباركه. استاذ احمد اسامه، بالنسبه للبول تراب طبعا يعني الموجه اللي عم تتكلم عليها على يعني البول تراب او التاب على اسعار الذهب طبعا بعدها موجوده، لا تاكل هم طبعا. وقف الخساره بدك تعرض، وانت ملزم انك تعرض وقف الخساره وتحدد اذا بدك ارتفاع اسعار الذهب. استاذ احمد صباح الخير، Good morning، هابي عيد. هل نتوقع صعود الكريزي كراس؟ استاذ احمد ابو الخير، كنا تكلمنا بالسابق على اليورو ين والباوند ين، وكنتوا شفتوا ارتفاع لليورو ين والباوند ين، ونحن انا وياكم سويا كنا حددنا هذه المنطقه الصفراء اللي هي اليالو بوكس على الباوند ين، وقلت لكم انه الباوند ين واليورو ين اصبحنا عم نتداول بمناطق حساسه جدا، وانخفاضها الى مستويات 76.4% مهمه واكثر من رائعه لامتحان فرص شراء. بعد مصر انا انه فرص الشراء ممكن يكون يعني ضخم جدا للباوند ين واليورو ين، فاذا في حال بالفعل نحن نتوقع ارتفاع هذا الكريزي كروس، وبحكم العلاقه الايجابيه بين الباوند ين خلينا نقول والاس بي 500 او المؤشرات الامريكيه، يعني عم تتكلم على ارتفاع المؤشرات الامريكيه بموجه اندفاعيه واللي هي طبعا وارده جدا واتوقع حصولها. يعني ارتفاع الباوند ين او الكريزي كروس من المستويات الحاليه وتكمله الاتجاه الصاعد، هذا الشيء بيدعم الاس بي 500 والمؤشرات الأمريكية بالارتفاع، وبالفعل ابتدى هذا الارتفاع بجلسة أمس طبعا للمؤشرات الأمريكية. فبهذه الحالة نتوقع بالفعل تكملة اتجاه الصاعد للباوند ين وحتى اليورو ين اللي نحن كنا حددنا أنا وياكم مستوى ال 120 80 اللي هو عبارة عن مستوى ال 76.4% بالضبط يا جماعة، كنا تكلمنا على هذا المستوى الأكثر من رائع اللي هو مستوى فيبوناتشي الأهم ال 76.4%، فإن شاء الله نقدر نكفي بهذه الزخم أو بهذا الزخم الرائع على المومنتوم، ونرجع نزور وإعادة امتحان مستوى ال 125 127 وحتى ال 129. فبتمنى لكم طبعا التوفيق بشراء اليوريان. اوكي اليوريان استاذ محمد علي، طبعا وقف الخساره بده يكون تحت اخر قاع تم تسجيله عنا على اليوريان، فبدك تنتبه من وقف الخساره هو اغلاق تحت مستوى ال 120 80، ما تمتد معه اكثر واكثر، اذا لا سمح الله تم اختراق هذه المستويات نتوقع تكمله اتجاه الهابط. باول استاذ احمد، باول ما جاب سيره عن على خفض الفائده طبعا، وبكل بساطه الفائده كنا تكلمنا بالسابق شوي استاذ احمد اسامه على انه الفائده ما ممكن بقى انه يكون تاثيره، يعني اوريدي اخذ تاثيره اذا بدك، يعني سعر الفائده والانترست ريت من سنه 2015 على وقت او على ايام بن برنانكي، ومن ورا ما استلمت جانيت يلن الحكم طبعا كان عندي تاثير كبير من قبل الفائده على سعر او على تقلبات سوق الفوركس، ولكن بالوقت الحالي بتلاحظوا ان في عندي امور اهم، يعني عم نتكلم على دونالد ترامب والتشنجات بينه وبين اليابان، بينه وبين عملاق اسيا اللي هو الصين، بينه وبين المكسيك، فهذه التشنجات وفرض الرسوم الجمركيه على هذه الدول طبعا هي اللي لها تاثير اكثر على التقلبات وعلى الفولاتيليتي اللي ممكن نشهدها من قبل اسواق المال، فيعني لا تتوقعوا ان اسعار الفائده ممكن يكون لها بعد تاثير، فانا اتوقع انه اسعار الذهب ممكن تكون مرتبطه اكثر واكثر بالتضخم. انتم بتعرفوا الانفليشن ريت او التضخم ارقامه طبعا ما بتطمن ابدا في الولايات المتحده، وحتى مع ارتفاع وتحسن الاقتصاد في الولايات المتحده عم بتلاحظوا انه التضخم بعده عم بيزيد يوم بعد يوم، فبهذه الحاله اذا في حال التضخم طبعا ادى الى يعني تراجع يعني خلينا نقول
تحسن الاقتصاد الأمريكي، هذا الشيء بيؤدي إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب. ولكن أنا برأيي ما رح يضووا على نقطة أو على سلبية التضخم ما قبل زيارة سعر أونصة الذهب مستويات 1240. هذا يعني توقع فقط شخصي، يعني أتوقع من وراء انخفاض سعر أونصة الذهب وملامسة مستوى 1240 يبتدوا يتكلموا بشكل إذا بدكم دائم على أسعار التضخم، ومن هناك بنرجع بنشهد ارتفاع لسعر أونصة الذهب بشكل ضخم جدا جدا جدا. بالنسبة للأسترالي فرانك، أوكي بالنسبة للأسترالي فرانك الباوند فرانك، خلينا نشوف الباوند فرانك والأسترالي فرانك. طبعا بالنسبة لنا اليو اس دي سي اتش اف وانخفاض الدولار مقابل الفرنك السويسري وارتفاع الفرنك السويسري بشكل ضخم، الفرنك السويسري هو من الملاذات الآمنة أو العملات اللي تعتبر ملاذ آمن، فمع ارتفاع الفرنك مقابل الدولار الأمريكي يعني ضعف اليو اس دي سي اتش اف، فورا رح نلاحظ انه في عندي اذا بتكون ضعف للأسترالي مقابل الفرنك السويسري او ضعف للباوند مقابل الفرنك السويسري. فطبعا بكل بساطة هذه المستويات ممكن تكون مغرية شوي الشراء، وخاصة أوكي مستوى 125 مستوى 86.4% رائع جدا على الباوند فرانك، عظيم. أتوقع أستاذ أحمد أنه هذه المستويات للباوند فرانك تكون مغرية جدا للشراء. يا جماعة بدكم تعرفوا أنه ارتفاع الباوند فرانك هو كان على شكل 5 موجات، فالانخفاض هو بشكل 3 موجات تصحيحية، وأدى إلى تثبيت وزيارة مستوى 76.4%، وهذا بيؤدي إلى بداية موجة اندفاعية وصاعدة طبعا لزيارة مستويات 134 و136 على الباوند فرانك. فبالنسبة لي انخفاض الباوند فرانك إلى هذه المستويات بتكون مغرية جدا للشراء. اوكي بدنا ننتبه شوي صغيره من المخاطر، لكن من اخر قاعه لاخر قمه 61.8، 5 موجات ارتفاع. اوكي ممكن تكون اي بي سي بي بي سي. اوكي فاتوقع على جميع الاحوال موجه تصحيحيه للباوند فرانك او للباوند طبعا جي بي سي اتش اف، اتوقع موجه تصحيحيه لزياره مستوى 127.50 127.60 اقله، ولو حتى بعد عندي تكمله اتجاه الصعد، ولو حتى بعد عندي هبوط، ولكن اتوقع ارتفاعه بموجه تصحيحيه للباوند فرانك وارتفاع الباوند مقابل الفرنك السويسري لزياره واعاده امتحان مستوى 127.99 او 128، يعني ارتفاع 200 نقطة من المستويات الحالية. فإذا في حال أغلقنا فوق هذا المستوى طبعا ممكن نرجع نكفي الموجة الاندفاعية لزيارة مستوى 134، ولكن تثبيت مستوى 76.4% على الباوند فرانك أكثر من رائع، فهذه المستويات مغرية جدا 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 للشراء. بالنسبة للذهب طبعا كنا تكلمنا على سعر أونصة الذهب وقلنا أن هذه المستويات مغرية جدا للبيع، وأتوقع أن هذه المستويات عم تتداول بقربة بالوقت الحالي كحد أقصى ممكن زور مستوى 1337، مع احترام وقف خسارة فوق آخر قمة تم تسجيلها عندي نتوقع هبوط سعر أونصة الذهب لإعادة امتحان مستوى 1230. وكنا تكلمنا أنه هذا الارتفاع بالفعل هو ارتفاع اندفاعي لسعر أونصة الذهب، ولكن الهيكلية اللي ارتفعنا فيها هي هيكلية موجة الصحية. تمام، هذه الهيكلية اللي عم نتكلم عليها هي هيكلية إذا بتكون corrective wave وليست impulsive wave، تمام، لسعر أونصة الذهب. ولو حتى هذه الموجة، لأنه هي تلقب ب wave C، هذه الموجة الاندفاعية اللي عم تشوفوها على سعر أونصة الذهب بالفعل هي wave C، وال wave C على طول اندفاعية، تمام. وهذا بالنسبة لل A small A small B small C، هذه ال wave W و X، وهون عند الموجة رقم 1 2 3 4، وهذه الموجة الأخيرة الموجة الخامسة لزيارة مستوى 1337 لل 1300 وصل إلى 1340، هذه مناطق بيع لسعر أونصة الذهب لإعادة امتحان مستوى 1230، ومن هونيك رح نرجع نفكر بالشراء بشكل ضخم جدا، لا طبعا اختراق مستوى 1400 و1500 دولار. الدولار كاد تكلمنا عليه، ممكن يكون عندي فرصة شوي صغيرة غير على الباوند فرانك، ممكن يكون عندي فرصة استثمار خلينا نقول على اليورو كاد. تمام، اليورو كاد هي من العملات الرئيسية اللي موجودة عندي لأتوقع انخفاضها طبعا وضمن هذه الموجة. استاذ احمد كنت طلبت شوي صغيرة فرصة استثمار انا وياك، فبالنسبة يعني بالنسبة لليورو كاد
هذا المثلث طبعا اللي موجود عندي على اليوركاد وباستعمال موجه اليوت، هذه موجه اندفاعيه، ومن ثم دخلنا بويف A B C D E، فهذه الموجه E. هون عم نتكلم على ويف A، هون ويف B، A B C، ويف C، ويف D وويف E. فمع انتهاء هذا المثلث ومن هذه المستويات اتوقع تكمل الاتجاه الهابط وموجه اندفاعيه لاعاده امتحان مستويات 147. المستويات الحاليه عم تتداول بقربه على اليورو كاد هو مستوى 150-80، فطبعا اتوقع انخفاض اليورو كندي من المستويات الحاليه. وباستعمال اذا بدكم رسوم بيانيه او تايم فريمز شوي صغيره اصغر على رسم بيانيه حتى الساعه، خلينا نقول ممكن نتكلم شوي صغيره على موجه اندفاعيه 1 2 3 4 5. هلا نحن في صدد ارتفاع الموجه رقم 2 لزياره مستوى ال 150 95 ومن ثم تكمل الاتجاه الهابط، فترقبوا ارتفاع بسيط لليورو مقابل الكندي ومن ثم ادخلوا بصفقات بيع، لانه طبعا هذا المثلث اكثر من واضح والهيكليه والانماط اللي عم نشتغل فيها على اليورو كاد كتير جيدة لصفقات بيع. أوكي طبعا أستاذ حسام، بالنسبة لهذا السؤال اللي عم تتكلم عليه أنت، يعني أستاذ حسام، الكم في المية من صفقاتك تضرب ستوب لوس؟ بدي أجرب أقول لك أتكلم شوي صغيرة على موضوع، وأتوقع أن هذا الموضوع يكون مهم للجميع. خلينا نتكلم شوي صغيرة عن عدد الصفقات اللي بتكون ربحانة وخسرانة. طبعا هون عندي winning position، win position، وبهون على هذه الماينة عندي losing position، تمام؟ يعني الصفقات الربحانة والصفقات الخسرانة. إذا في حال أنا عندي هون بالwinning position صفقتين فقط، تمام؟ اثنين ربحانين، صفقتين ربحانين، وهون بالخسارة عندي 10 صفقات خسرانة. طب إذا في حال أنا محلل ومستثمر، إذا بدكم خلينا بعتبر حالي وأنا بقول عن حالي أن أنا مستثمر ناجح، تمام؟ أو أي شخص طبعا موجود معنا بهذه الجلسة، إذا هو بيخسر 10 صفقات وبيربح فقط 2، وإنما بالمركزين عم يربح خلينا نقول $1,000، تمام، وبالعشر صفقات الخسرانة عم بيخسر على خلينا نقول $400. يعني الربح الصافي هو بين المراكز الربحانة والخسرانة هو $600. طب أنا بالنسبة لي هو مستثمر ناجح، يعني أنا أتوقع أنه عدد الصفقات الخسرانة مقابل عدد الصفقات الربحانة ما لها أهمية أكثر من عدد النقاط اللي ممكن تجمعها من سوق الفوركس. عدد النقاط الربحانة مقابل عدد النقاط الخسرانة، هذه إذا بتكون الأهم بالنسبة لسوق الفوركس. ممكن ادخل بصفقات انا او عدد الصفقات اللي ممكن اخسرها اكثر بكثير من عدد الصفقات اللي ممكن اربحها، ولكن اتوقع عدد النقاط تكون افضل ان شاء الله. بالنسبه للذهب ابتدينا نشهد شويه هيك اذا بدكم مقاومه على هذه المناطق. بالنسبه للباوند دولار ومع هذه الموجه التصحيحيه كنت تكلمت يا جماعه على وصوله والهدف، وكنت رسمت لكم خط اذا بدكم ارتفاع وميل على صعود، وقلت لكم الهدف لنا هو اخر قمه انخفض منه السوق اللي هو قمه 127-30، فاتوقع تكمل الاتجاه الصاعد لا جي بي بي يو اس دي لزياره مستوى 127-30. اذا في حال تم اختراقه ممكن نقدر نكفي اتجاه العام الصاعد وصولنا الى مستوى 128، ولكن الباوند دولار ما حد نفكر بالبيع، اتوقع تكمل الاتجاه الصاعد على المدى الوسط للقصير. طبعا استاذ محمد علي، بالنسبه لليورو ين وبالنسبة لسوق الفوركس بشكل عام، هل يا ترى سيصعد بشكل مباشر أو هيعمل تصحيح بسيط؟ بالنسبة لهذا الموضوع لا يمكن تحديده، وانت بتعرف اذا في حال انا بدي اكون مثل اي مضارب ومثل اي مستثمر انتم بتتابعوه على فيسبوك او حتى على قناه تيليجرام او على اي قناه، بدي اقول لك انه انا اتوقع اليورو ين من هذه المستويات ارتفاع وبشكل اذا بدكم مباشر، يعني بكون خلينا نقول عم بكذب على حالي، ولكن الارتفاع بسوق الفوركس رح يكون بشكل اذا بدك يعني متقلب، تمام، ولازم المضارب والمستثمر يتوقع هذه التقلبات ليقدر يكون ناجح. فأنت أستاذ محمد علي اللي عليك تعمله أنك تعرض وقف خسارة بأماكن حساسة، وأنت تعطي مجال للسوق ليأخذ مجراه ويأخذ طبيعته بالارتفاع. بدك تتوقع تقلبات، نعم ممكن اليورو ين يكفي اتجاه الصاعد بموجة اندفاعية، تمام ممكن. هلا أنا إذا بدي أعطيك آراء ممكن أدخل بتفاصيل موجات اليوت وأتكلم شوي صغيرة إذا بدك على تفاصيل موجات اليوت، فبقيس المسافة من هون لهون، تمام،
اتوقع ان اليوريان يستهدف مستوى ال 122.50 يعني بشكل اندفاعي. فطبعا ممكن هلا بشكل بسيط يعمل موجات تصحيح بسيطه، ولكن تكمل الاتجاه الصاعد لزياده مستوى ال 122.50، ومن هون بنرجع بنفكر باشاره انعكاسيه اخرى وطبعا اخيره. بالنسبة لنا الموجات الاندفاعية أو خلينا نقول الموجات التصحيحية لا يمكن تحديدها بشكل دقيق أستاذ محمد، ولكن أنت بتكون عارف أنك عارض وقف خسارتك بشكل أو بأماكن حساسة، وتعطي السوق يشتغل مجراه، يرتفع ينخفض يرتفع ينخفض، يعني يمشي على طبيعته. أوكي أجيل عزام، بالنسبة لليورو دولار، اليورو دولار كنا تكلمنا عليه وكنا توقعنا ارتفاعه بعد أكثر لزيارة مستويات ال 112.90، ف 112.90 112.91 هذه المستويات المنتظرة لليورو دولار، ومن هناك بنرجع بنفكر ونحن بننتظر إشارة انعكاسية لنرجع نفكر بإشارة سلبية طبعا لاستهداف مستوى ال 109 وال 108، لأنه النمط والهيكلية اللي بنخفض فيها باليورو دولار وتسجيل القمم والكعان أوطن بعضها البعض، ما في شك إنه ممكن نشهد إذا بدكم بعض الضغوطات السلبية على المدى الوسط للطويل. فأتوقع تكمل اتجاه الهابط لليورو دولار ولا العملة الأوروبية الموحدة، ولكن هذه الموجة الصاعدة هي موجة الصحية، وخاصة أن الارتفاع كان بشكل 3 موجات، وخاصة أن الارتفاع تم تثبيت مستويات ال 88.2%، هذا هو المستوى اللي تم تثبيته، يعني ارتفاع انخفاض 88.2% في بوناتشي ومن ثم ارتفاع. بمجرد ما صححنا 88% في بوناتشي ريتريسمنت، هذا بيعني أنه الموجة أو هذا النمط اللي عم يشتغل فيه هو نمط تصحيحي وليس اندفاعي. الاسترالي دولار، اوكي استاذ احمد، يعني المسابقة طبعا مفروض انه تكون عم تاخذ مجراها بعدها، يعني خلال هذه اليومين او اليومين طبعا الجايين، ولكن اتوقع انه تكون خلصت المسابقة عن قريب. يعني الاسترالي دولار استاذ محمد، الاسترالي دولار طبعا مع ارتفاع المؤشرات الامريكيه وال خلينا نقول سعر اونصه الذهب، سعر اونصه الذهب استاذ عزام طبعا تقريبا الذهب مع اليورو عن علاقه ايجابيه، الذهب مع اليورو يعني وصول الذهب الى مستويات ال 37 واليورو دولار الدولار الى مستوى ال 112.90 ممكن نشهد اشاره انعكاسيه. نعم فعم يشتغلوا تقريبا سويا. بالنسبه للاسترالي دولار ايضا استاذ استاذ فادي رح نمر على الدبليو تي اي، استاذ محمد الاسترالي دولار يلقب بالكوموديتي كارنسي، كوموديتي كارنسي اللي هو طبعا عمله المعدن، يعني كوموديتي كارنسي ليش تسمى؟ لانه استراليا هي من البلدان الرئيسيه اللي بتستخرج كانت خلينا نقول ذهب، مناجم الذهب في استراليا كثيره جدا. هلا بالوقت الحالي العلاقه ابتدت تزول اذا بدك مع الوقت، ولكن اتوقع انه الاسترالي دولار هلا ضمن ايضا موجه تصحيحيه، تثبيته لمستويات ال 76.4 في بوناتشي كانت مهمه جدا، اتوقع وصوله الى مستويات تقريبا القمه اللي هي مستوى 38.2%، هذه القمه 38.2% بتسائب على مستوى 0.70/60، فمستوى 0.70/60 رح تكون مستويات مهمة جدا ومنتظرة للاسترالي دولار. لا طبعا يعني نفكر بإشارة انعكاسية عن جديد. هلا ما في شك انه ممكن ننخفض بشكل بسيط ما قبل الارتفاع، اوكي ممكن نشهد اذا بدكم بعض التقلبات على الاسترالي دولار، الارتفاعات ما ممكن تكون بشكل اذا بدكم موجة واحدة لا، ولكن هذا الارتفاع ممكن يكون بشكل 5 موجات للوصول الى هذه المستويات وطبعا الحصول على إشارة انعكاسية. ما ممكن هلا نحدد، لكون صريح معكم وواضح، اوكي ما ممكن تحدد موجة اندفاعية أو ارتفاع في البداية. في البداية أنا أتوقع أن الارتفاع يكون تصحيحي، تمام تصحيحي لتكمل اتجاه الهابط. إذا في حال تم اختراق مستويات مهمة جدا بنقل الموجة التصحيحية إلى موجة اندفاعية، تمام، ولكن في البداية الموجة أتوقع أن تكون موجة تصحيحية ما قبل نقلة إلى موجة اندفاعية وإلى اتجاه عام صاعد. ما فيك تتكلم على اتجاه عام صاعد ما قبل التأكيد وطبعا يعني أخذ الكونفيرميشن والاكتيفيشن من قبل اختراق مستويات محددة ومهمة جدا. أوكي
اسعار النفط ودبليو تي اي كنا تكلمنا عليها، انخفاض وتثبيت مستويات الخط الاصفر اللي هو تقريبا على مستوى ال 50 90، اتوقع هذه المستويات راح تكون مهمه جدا لبدايه موجه الصحيه لاعاده امتحان مستوى ال 55 دولار. ولكن اتوقع للاسف من وراء اعاده امتحان ال 50 دولار هبوط اسعار النفط لاعاده امتحان ال 40 دولار و42 دولار. فهلا موجه هبوط اخيره لاسعار النفط على مستوى ال 50 90 او ال 50 50 راح تكون مغرية جدا للشراء وبداية موجة صعود جديدة لإعادة امتحان مستوى ال 55 وال 57 دولار. ولكن على رسم بين الأسبوع كنا تكلمنا على هذا المستوى اللي هو مهم جدا، اللي هو مستوى تقريبا 42 دولار اللي تم تثبيته من قبل سعر النفط طبعا بالسابق مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، أتوقع إعادة امتحانه ومن هناك بنرجع بنفكر بإشارة إيجابية إن شاء الله على المدى الوسط للطويل. ولكن هذه المستويات منتظرة لسعر برميل النفط لإعادة امتحانه وللتأكد من فريق الدبب على أنه منه قادر يخترق هذه المستويات وتدخل فريق الثيران بشكل جذري لإعادة ارتفاع سعر برميل النفط. وخاصة هلأ أنه برميل النفط معنا طلب عليه لأنه ابتدأ إذا بتكون التأس يصير صيفي مثل ما بيقولوا حتى بأوروبا وطبعا بمعظم الدول، فالطلب يعني بالشتوية بصير في عنا طلب على النفط طبعا للتدفئة. ولكن بالوقت الحالي أتوقع أنه العرض يكون زايد شوي صغيرة عن الطلب، فبهذه الحالة نتوقع تكمله اتجاه الهابط. هذا غير الضغوطات اللي عم بتقدمها الولايات المتحدة من قبل النفط الصخري واستخراج النفط الصخري وبداية ترويج النفط الصخري يعني طبعا استيراد وتصدير خلينا نقول داخل وخارج الولايات المتحدة. هذا الشيء بيؤدي الى ضغط سلبي للدبليو تي اي وللكرود اويل وخام تكساس. بالنسبة يعني طبعا اختراق استاذ حسام، اختراق القنوات والترندات عادة بنبتدي فيها بموجة تصحية ومن ثم بننتقل فيها الى موجات اندفاعية. يعني خلينا نقول على سبيل المثال، اسعار النفط توقعنا انخفاضه الى هذه المستويات لمستوى 42 دولار، تمام؟ يعني بكل بساطة توقعنا انخفاضه الى مستوى ال 50، ارتفاعه لل 55 وانخفاضه الى مستوى 42 دولار. في البدايه عند وصوله الى مستوى 42 دولار نتوقع الارتفاع يكون تصحيحي، تمام؟ ثلاث موجات تصحيحيه. ولكن عند اختراق قمه معينه، اختراق وتاكيد اختراق هذه القمه، ساعتها بننتقل الى موجه اندفاعيه. فالخط الفاصل بين الموجه الاندفاعيه والموجه التصحيحيه هي خط فاصل مهم جدا او مستويات مهمه جدا، هي على اخر قمه تم تسجيلها عندي. فبالبدايه بنبتدي بموجه تصحيحيه، عند اختراقها ننتقل الى موجه اندفاعيه. فهذا هو الفكره او هذه الفكره فقط اللي كنت حابب انه اوصلها. اوكي، بالنسبة لي طبعا استاذ احمد لما قال لكم انا الصفقة ورأيي بالسوق يعني كأني عم بدخل بالصفقات لانه عندي حساب التداول طبعا الشخصي، انا بكون عم بدخل بنفس الصفقات اللي عم بقدم لكم اياها. بالنسبة لليورو كندي بتمنى منكم تاخذوه بعين الاعتبار، اليورو كندي هو من الازواج والعملات الرئيسية اللي ممكن يكون عندي فرص استثمار عليه. وايضا الباوند فرانك، الباوند فرانك اللي هو طبعا نتوقع تكمل اتجاه الصاعد من وراء ملامسة وتثبيت قاع 76.4% وغير تثبيت قاع مستوى 76.4% على الباوند فرانك. طبعا الانخفاض كان بشكل خمس موجات 1-2-3، دخلنا بمثلث الموجة رقم 4 والموجة الخامسة. فانخفاض خمس موجات اقله عند ثلاث موجات تصحية على الباوند فرانك لإعادة امتحان مستوى 128، يعني ارتفاع 200 نقطة من المستويات الحالية اللي عم نتداول بكره. هذه هي جلسة اليوم، هذه إذا بدكم يعني تغطية أسواق المال لجميع الأزواج والعملات الرئيسية. ابتعدوا عن صفقات البيع للمؤشرات الأمريكية لأنه توقع تكمل اتجاه الصاعد، ترقبوا إشارة انعكاسية عن قريب لليورو دولار ولأسعار أونصة الذهب، ترقبوا إذا بدكم انخفاض لليورو كندي، ارتفاع للباوند فرانك، ارتفاع لليورو ين، للباوند ين الكريزي كروس، انخفاض من وراء موجة تصحية بسيطة لليو اس دي كاد تكمل اتجاه
الاتجاه الهابط، الاسترالي دولار تكمل الاتجاه التصحيحي الى مستوى 0.70. هذه اذا بدكم الازواج والعمليات الرئيسيه اللي تكلمنا عليها خلال هذه الجلسه، وتكلمنا على الدولار اندكس او مؤشر الدولار اندكس طبعا اللي هو نتوقع الموجه التصحيحيه راح تنتهي على المدى الوسط للقريب لبدايه اخر موجه صعود للدولار الامريكي، وهذا بيؤدي الى ضغوطات سلبيه للعملات الرئيسيه. مدونه تكمل ما تنسوا انه تمروا عليها. بالنسبه للاجنده الاقتصاديه والايكونومي كالندر اليوم 5 الشهر، يعني نتوقع بعض التقلبات على الباوند دولار كانت ولكن اجت ايجابيه، على الدولار الامريكي عند الاي دي بي نون فان بيرول، وهذا تحضير الى النون فان بيرول نهار الجمعه، ولكن انتم بتعرفوا انه النون فان بيرول بطلت إذا بدكم الأخبار والبيانات اللي ممكن تكون رئيسية أو خلينا نقول عم نشهد فيها بعض التقلبات الضخمة، لا ابتدت إذا بدكم التأثير للنمفر بيرول على أسواق المال ابتدت تزول مع الوقت. في عندي أخبار مهمة أكتر، الأخبار عم بتصير أكتر إذا بدكم سياسية من قبل دونالد ترامب والتشنجات من خلال إذا بدكم دونالد ترامب للدول الرئيسية والتشنجات بين الدول الكبرى. عم تلاحظوا أن الأجندة الاقتصادية والبيانات كلها سوا ما عم بتكون مهمة جدا. عند اليوم ISM manufacturing اللي هي PMI والكرود اويل انفنتوريز اليوم مخزون النفط في الولايات المتحده اللي هي طبعا نتوقع ان نشهد بعض التقلبات على سعر برميل النفط، تكمل اتجاه الهابط لموجه اخيره ما قبل ارتفاع عن جديد وموجه تصحيحيه لاسعار النفط. انا بدي اتمنى لكم نهار مثمر واكثر من رائع للجميع، بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بشكل يومي، ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك مباشره، كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهريه. إلى اللقاء.